الجزائر التي تعتمد مقاربة التنمية المستدامة كحل للأزمات السياسية والأمنية التي تعيشها البلدان الإفريقية تربطها علاقة متينة بهذه الدول، لطالما سعت إلى توثيقها مستمدة زخمها وقوتها من التضامن والتعاون المشترك والتزامها اللامشروط في دعم مساعي النهوض بالقضايا الإفريقية العادلة وتحقيق التنمية الشاملة في القارات السمراء من خلال مساعدات ومشاريع استراتيجية. ولا تزال الجزائر تقدم مساعدات اقتصادية ومالية كبيرة قصد المساهمة في بناء مشاريع استراتيجية في مختلف الدول الإفريقية وتطوير البنى التحتية، بالإضافة إلى دورها في مكافحة الإرهاب والتطرف في القارة والمساهمة في تكوين إطارات الدول الإفريقية. آليات ذات بعد استراتيجي يساهم في مسار تفعيل التضامن الإفريقي لحماية الروابط الاجتماعية والسياسية للمجتمعات.